لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف صالون فيتو الرياض اليوم استضافة الكابتن عبد الهادي سليمان المدير الفني لفريق اتحاد الشرطة تحت 12 سنة مواليد 2002. كابتن عبد الهادي النهاردة إن شاء الله هنتكلم على دوري البراعم، هنتكلم على تجربتك قبل كده في نادي المطرية في الفريق الأول في دوري القسم الرابع. نبدأ كابتن عبد الهادي من انت بدأت الكرة ازاي؟ دخلت مدرب الكرة ازاي؟ انا بدأت الكرة بنادي المسار الحربية مع كابتن سمير وكابتن سيد ابو جبل، اخدت لعبت معهم سنة، كان الموسم المميزة ليا يعني، كانت بدايتي، كان عندي 12 سنة بالظبط. بعد كده الموسم انتقلت، هما كان عدد يعني المسار الحربية كانوا بيلعبوا سنة ويلغوا سنة، فلغوا بعد كده انتقلت رحت نادي السكة الحديد، خدت فترة برضو، بعد رحت نادي الإسماعيلي. تمام، أنت لعبت في الإسماعيلي في فترة الناشئين. سنة 19 سنة. وبعد كده؟ بعد كده كان حصل لي إصابة بعدت سنة ورجعت لعبت في الفيوم سنة وبرضو إصابة جديد فما كملتش معاهم. تبعت الإصابة كانت إيه؟ الإصابة كان عندي إصابة في قطع في وتر. في أنكل رجلي بتاع. تمام. وما كملتش، جيت قعدت فترة وقمت في نادي المطرية طبعا بيتي وناسي وزمايلي وحبايبي، فقالوا تعالى كمل معانا السنة، كان كابتن محمد عزب يونس الأب الروحي ليا، فلعبت معاهم سنة اتنين فبتلاقيت الوضع فبطلت يعني. تمام، أنت أنهيت بطلت 22 سنة. 22 سنة بدري قوي يا كابتن عبد الهادي. الإصابة بقى وبقيت الكورة مش هتمشي، فاقترح عليا كابتن عزب قال لي إن مش ناوي تديك فخش مجال التدريب، وكان باستمارات المدربين كان في دورة تثقيفية في نادي الجزيرة 3 أيام، فكانت دي بدايتي يعني، حضرت وحطني في الجهاز الفني الفريق الاول نادي المطريه. انت بدات المطريه وانت عندك 22 سنه؟ بدات مع الفريق الاول. الجهاز كان كابتن محمد عزب يونس وكابتن غريب السناري، كان الحاج مطران مدير كوره في عصر في زمن الكابتن الحاج صادق محمود كان رئيس النادي. تمام. فرشحوني مع الفريق الاول بعد ما بطلت على طول واشتغلت مع الفريق الاول. تمام. وصعدنا بالفريق الاول. صعدنا بالفريق الاول. منين بقى؟ من درجه رابعه لثالثه؟ رابعه لثالثه، وكان معانا في المسابقه دي نادي طلع الجيش والداخليه والجمارك وانبي. صعدنا على الناس دي كلها في الموسم ده. صعد ورانا الجيش بقرار. كان ايه القرار بقى؟ كان قرار اتحاد الكره انا هاخد الثاني يعني. يعني هو الاول بس تصعدوا الاول؟ كان اول، احنا صاعدين اول، وكان السنه دي بيطلعوا اول بس. الموسم ده خدوا الفريق الثاني كان طلع الجيش. ده كان موسم كام يا عبادي؟ اعتقد في ال يعني مش متذكر بس اعتقد في التسعينات يعني. تمام. طب وفين ليه المطرية اختفت يعني؟ المطرية الامكانيات. عدم امكانيات، كان المطرية عندها امكانيات ملعب من احسن ملاعب في مصر. امكانيات ضعيفة جدا بس كانت ماشية واللعيبة راضية يعني. انا افتكر كان اللاعب ياخد في الشهر 40 جنيه وعلى الماتش 40 جنيه. اللي كان ميزه في اللي كان الفرق مع الفرقه وخلى الفرقه كملت ان كان الحكم بيصفر الفرقه كسبانه بياخد المكافاه في اوضه اللبس. ده ايام ما كنتش حاجه صادق. في الموسم اللي صعدنا فيه خدنا كل الماتشات، احنا كسبنا كل الماتشات. صعدتوا القسم من الرابعه للثالثه؟ من الرابعه للثالثه. طلعنا الموسم دون وكان معانا مجموعه منهم الله يرحمه محمد عبده انتقل لانبي، ومحمود علام انتقل لانبي، وكان هاني الجندي انتقل لانبي. كان مجموعه لعيبه كتير انتقلت عندنا يعني. الفرقه في نفس الموسم ده. طيب. لعدم الامكانيات الفرقه نزلت تاني. في القسم الرابع، وفي القسم الرابع دلوقتي بقى لها سنوات. بقى لها كتير بيلغوا بيرجعوا بيلغوا بيرجعوا حسب هواء الموجود يعني. يعني حسب الاداره. الاداره. تمام. طب انت لعبت طبعا وعاصرت ماتشات كتير في دوري القسم الرابع. انت ايه رايك في الملاعب اللي بتلعب عليها الماتشات؟ الملاعب صعبه جدا. الاوضاع صعبه جدا. انا اتذكر ماتش فاصل مع منشيه حلوان في عزبه الوالده الموسم اللي فات. ما كانش جو كوره ولا ايه اللي حصل بقى؟ كانت في تهديد من قبل الماتش، ناس قالت لنا ما تروحوش، ناس مقربين قالوا لنا ما تروحوش الماتش. انا عن نفسي كان في حكم زميلي قوي قال لي ما تروحش، بلاش تروحوا لان محضر لكم ونيتهم مش كويسه ليكم. احنا كنا فريقين 2 بونت. التعادل بس يكفينا للصعود. تصفيات تصفيات الخليجيه. فروحنا فكان الوضع فعلا زي ما يعني زي ما اتقال، لقينا ناس عرب بدو فيه واحنا بنسخن داخلين خارجين من الاوضه عشان نسخن. كان في ضرب نار فعلا فعلا حوالين الملعب فعلا. حارس المرمى انا دهلي وقال لي كابتن في واحد بطبنجه ورايا. عبد الشافي موجود يسال. وفضلنا مسيطرين
وفي اول 3 دقايق ضربه جزاء واضحه جدا جدا الحكم ما حسبهاش. ارهاب تام عشان ندخل بين الشوطين قلت لبس ما دخلناش قعدنا في وسط الملعب مش عارفين نعدي وقلنا الحكم ما فيش جماهير وبتاع قال لك العبوا وانا مسؤوليتي ما كانش في امن. المراقبين قال لك احنا مسؤولين المقولين المراقبين سابونا ومشوا يعني كان يوم مش يعني حد خلص 1-0 في الدقيقه 88 ناس ورا الجون بيهددوا الجون والكره هتلعبت اوفر اتحطت تهديد طيب. وبعد الماتش احنا بدنا دخلنا الاوضه ناخد حاجاتنا طلعنا فيها عربيه على الارض كسرت عربيه ازاز بكوتش كله اتكسرت. طب انتوا ليه بقى عملتوا محضر؟ عملنا محضر في الاسم وبتاع. لا ما قدمتوش شكوى لاتحاد الكوره؟ قدموا شكاوى وبتاع انت عارف عندنا فانتقل بقى للشعب هادي لوجودك السنه دي مع فريق الشرطه 2002 في دوري البراعم. انا كان ليا تجربه السنه اللي فاتت مع فريق 2000 2000 في الشرطه السنه اللي فاتت صحيح اول كان ده اول عهد ليك في اول عهد في الشرطه السنه اللي فاتت مع فريق 2000 مواليد 2000 مواليد 2000 طب السنه اللي فاتت عملنا كان برضه نفس الظروف المعاناه انت عارف ظروف الشرطه بعد السنه اللي اتشال فيها ميزانيه الرياضه فما كانش في اي امكانيات برضه كنا بنعافر بصراحه مع اللعيبه مع الملاعب مع كل حاجه انا ما كنتش بلاقي وقت اتمرن ملعب ونفس المشكله بصراحه السنه دي انا بلعب بدون تمرين مرن على ملعب خماسي وبروح العب على ملعب 9 ظروف صعبه يعني بنمرها في اتحاد شرطه يعني الله يكون في عون كل حد بيشتغل في نادي الشرطه من اداره لمدربين ان ظروف صعبه بس ده الفريق الاول محقق نتائج كويسه جدا في الدوري بقول لك كابتن خالد الماجد ده احسن كابتن خالد يحتاج له لان حتى مش 17 لاعب دي لو اكبر نادي في مصر مشي منه 3 4 بيتهز الراجل مشي منه 17 لاعب وجايب لعيبه من درجه ثانيه وثالثه واحنا احتبر اقل اسعار لاعبين في مصر يعني طبعا احنا اقل اسعار لاعبين في مصر فكان نفس مشكلتي برضه بتصادفني الملعب والماتش والانتقالات واللاعبين وحاجات كتير جدا. طب انت بتتغلب على المشكله ازاي؟ يعني انت في الماتشات بتلعب ماتشات كل جمعه بالفكر بجد يعني انت بتجيب اللوحه وبتشرح للعيب على اللوحه بتتحرك هنا المطلوب منك ايه بتتحرك ازاي بتقف ازاي اني برضه كمان سن صغير طلبكي ضعيف فانت بتعمل مجهود جامد جدا عشان توصله المعلومه فعلا يعني لما تمسك لعيب مثلا جبته عايز تلعبه باك ليفت وهو لعيب كويس بس ما يعرفش بيلعب على طول في ملعب خماسي وبيتمرن حاليا في ملعب خماسي فبنجيبه يروح ورا السرد باك اطلعه مكانه يروح رايح ورا الطول ده يمكن اكتر حاجه بعملها في الماتش ان انا بند عليه روح مكانك يروح راجع روح مكانك دي من ضمن جول ما عنديش مدرب بيمرن في راس مرمى ظروف صعبه ظروف صعبه ورغم عن كده انت محقق نتائج كويسه في الدوري في يعني بتعادل مع 5 ماتشات خسرنا من انبي اول ماتش كوره كورنر وبعدين كسبنا اليوبلس وبعدين خسرنا من النادي الاهلي بكل امكانياته بالاجسام بالمسننين بكل ده سيبنا واحنا ضاغطين طول الماتش على الجول يعني طول الماتش انا عندي لعيب اسمه مصطفى لوحده مضيع 4 جوان انفرادات هو النادي الاهلي عنده جون بسم الله ما شاء الله يعني شايف حاجه كبيره واقفه في الجون يعني راجل درجه اولى هيلعب درجه اولى الناس بتحط له من اي حته بيطلع وفي الاخر برضه سرقونا الكوره كده خدوا الماتش وتعادلنا مع المواليد 0-0 والماتش الاخير اللي حصل فيه ظروف الماتش الجدول معانا الساعه 9 الاداري مديهولي والاتاب الماتش الساعه 2 الا ربع فروحنا والحكم صفر وخرجنا مشينا والاداره بتوع الاتحاد قال لك لا ما ينفعش والمنطقه خسرانين لازم تيجي ولمينا 8 لعيبه باي شكل ولعبنا فيهم الماتش وخسرنا والظروف انت شايفها صعبه. مقومات بقى كابتن اختيارك للاعب في صفوف الفريق ايه المقومات اللي احنا برضه كابتن حضرتك عندنا مشكله احنا اخر نادي بيبدا في مصر اخر نادي انت بتبدا من 6 احنا بنبدا مثلا في 10 فبيكون كل الانديه خدت كفيتها من لعيبه مين اللي هيجي لك يا كابتن؟ معلش انا اسف يعني اقل الامكانيات اللي هتجي لك لان هو خلاص كل المميزين راحوا وبعدين مين هيستنى يقول لك انا اعرف ناس مثلا كنت ليا عندهم لعيبه كويسه شفتها لان انا كنت بقى يعني علاقتي بالمدربين كويسه فبيبلغوني انا عندي مواليد كذا عندي مواليد كذا فانا بقول لهم انا لسه ما مسكتش
فيعني خلوا عندك 2000 او عندك 2002 كويسين يمكن امسك في المجال ده وخليهم. فالناس فعلا استنت، لكن لما الوقت بيعدي بيقلق عايز يودي يروح يودهم حته ثانيه. يعني انا في لعيبه عندي كنت انا حاجزها في الشرقيه ثلاثه بتلعب ضدي بتكسب فرقه، كنت انا حاجزها ليا مخليها حاطط عيني عليهم، لما اتاخرنا قوي كده لقيتهم بيلعبوا ضدي في فرقه وكسبوا. وعلى فكره نفس المشكله صادفتني السنه اللي فاتت في ال 2000، انا كان عندي 4 لعيبه من بلبيش شايفهم بعيني ولعيبه عاليه جدا، واقول للراجل خليهم 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 لاخر لحظه راح مديهم الانتاج كسبوني هم الاربعه في الانتاج، الاربعه كسبوا الانتاج ماتشين. طب ايه رايك انت في اللعيبه اللي موجوده في الدوري؟ لا في عارف في لعيبه مسننه كتير كتير وباين قوي. وهل يعقل يا كابتن انك تلاقي لعيب 12 سنه عنده شعر في صدره ورجله؟ وعشان نحب الزر ده في اللعيبه دي؟ هم احنا سمعنا ان هم جابوا جهاز ولغوا المسننين، جهاز مكلف ما هم قالوا ولغوا المسننين ومفيش حاجه، مش هتلاقوا السنه دي مسننين. على فكره السنه دي اكتر من اللي قبل كده. السنه دي في لعيب اسمه مازن ما اعرفش اسمه ايه في الاهلي، ده لما ضغطنا الشوط راح منزل الراجل بسم الله ما شاء الله، يعني لاعب الفرقه لوحده. ده الراجل عندي قطع كوره ورايح يجيب جون، الراجل كان عند الجون بتاعنا عمل سبرنت جاب الكوره وعمل هجمه علينا. ده يعني بسم الله ما شاء الله حاجه، وكله بقى انا حاجه باين يعني العضلات. الحل 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 الضمير، انك ما تظلمش ولد صغير حريف، ان انت كده بتقتل موهوبين كتير جدا. ان معظم المدربين بيقول لك انا هو حريف وكل حاجه بس خطوته ضيقه، يعني لما يجي مع القوي او جسمه جامد هيعمل السبرنت هو مش هيحصل، فكله بيحسبها كده. واحنا فرقتنا كانوا جسمها، كان حضرتك شفت الماتش اللي فات كل انا يعني عندي لاعب مازن داس على رجله بنعالجه لحد دلوقتي، داس على الانكل بنعالجه لحد دلوقتي بس بيتعالج بيتعالج ليه قد كده؟ بيبوظ له الانكل رجله ليه؟ راجل بسم الله ما شاء الله ومع طفل، دي لازم تبقى لها حل. لازم طب ده اثر على منتخبات الناشئين اكيد، موضوع المسننين اكيد. انت هتطلع بره تاخد مسننين؟ لا بتكشف عليه فبتضطر تاخد كده، فتاخد لمين؟ اللي نسبه مشاركته قليله. وحتى المدرب اللي يختار المنتخب بيتعب ان بيروح يبص. طب انا مثلا دي حصل السنه اللي فاتت، كان ربيع عصام جاي يبص على الشرطه والانتاج الحربي 2000، الانتاج الحربي رجاله في الملعب وبيلعبوا كوره عاليه جدا. الكابتن ابراهيم شاف اللعيبه قال لك كبار سن، كبار ما خدش حل، ما خدش هياخد الناس هيروح هناك. فده سبب يعني، ما تقولش بقى يقول لك ايه الاتحاد فاشل، المدربين اللي جت اشتغلت قليلين، لا مش مدربين، ده المنظومه. النهارده كل نادي همه ياخد بطوله، مش احنا قلنا دي مهرجان براعم؟ النهارده مهرجان براعم، يبقى سيب الناس تتمتع وتلعب متع الولد، انما انت بتحطم. انا النهارده مثلا عايز يقول لي يا كابتن احنا بنلعب كبار يا كابتن، انا مش هقدر العب معاهم. الولد خايف وبعدين كبير دماغه شغاله، تلاقيه في الملعب بيشتمك بيستفزك، يعني حتى فكره باين ان هو كبير. يعني انا جاي لاعب جاري قال لي يا كابتن عمال يشتمني يا كابتن. لاعب التاني لاعب جاري قال لي عمال يشتمني ماتش المقاولين، قال لي بيشتمني يا كابتن شتيمه وحشه. ده راجل فكر بقى، ده مش يعني هتقول لي طب السن، طب هو سابق سنه مش عارف ايه، طب الفكر ان انا استفز واحد عشان يغلط او بتاع، ده فكر كنا زمان احنا واحنا بنلعب. فما اقول لك نادي الترسانه الشوكيش ومش عارف ايه يقعد يخرجك عن المرحوم كابتن مصعب نوت كان في الملعب يقف جنب السردباك ياخده يقول له بناخد حاجه احنا مش واخدين حقنا المنتخبات ومش عارف، والكره طلعت حاطط دماغه جول وانت واقف جنب تسمعه. فده فكر، ده ذكاء. انت صدفت حاجه كده وانت بتلعب؟ انا صدفني لعيبه كان يقعد معايا يتكلم معاك والكره تلاقيها روح. بس احنا كان عندنا بصراحه يعني مدربين يعني عندنا الفضل عليا لازم اذكرهم طبعا، الكابتن الله يرحمه حنفي شعراوي ابن نادي الترسانه ومنتخب مصر، ده كان برضه يعني بيدرسنا الحاجات دي بصراحه. كابتن سيد ابو جبل في المصانع الحربيه كان بيدرسنا الحاجات دي. كابتن محمد عزب يونس الاب الروحي ليا، يعني ده كل حاجه ليا كابتن عزب طبعا في كل حاجه. ده دخلني تدريب، ده كان ماشيين في موضوع جواز في شغل ما بيسيبنيش يعني بصراحه، وفي اي ازمه بجري عليه هو يعني ربنا يخليه لي. مشاريعك المستقبليه في مشاريع تعملها الفتره الجايه؟ يعني انا رياضيا الفكر دلوقتي اللي في دماغي ان انا عايز امشي، يعني اطلع بره البلد يعني.
عايز اشتغل بره. يعني هقول لحضرتك حاجه, مش كل الناس اللي بتلعب في مجال الكره في مصر بتاخد حقها. ما تاخدش حقك, انت بتتعب. يعني انا مثلا عندنا الكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين في انبي, يقول لك في مدربين بنا ومناول ومدربين جرافات. بنا ومناول ده بيتعب. طب ما الناس تبص له. يعني انا مثلا كابتن تجربتي مثلا في نادي المطريه, انت بتيجي مدرب تجيب الجونزه ترصها وتجيب الكور من جوه تحطها في الملعب واللعيب مش عارف وتطبطب على دون وتعالج دون, دي امكانيات مدرب. في مدرب بيجي يقعد يحط رجله على رجله وكل حاجه, 40 عامل شغالين معاه.